مرحبا بكم من جديد. سلامة الغذاء للمواطنين هي من أهم القضايا المتعلقة بحياتهم اليومية ومستقبل أجيالهم، لذلك هناك جهات رقابية عديدة تقوم بالتفتيش على مختلف مصادر الغذاء. اليوم سنكون برفقة مفتشي أمانة عمان على سوق السمك واللحوم في منطقة وسط البلد، وتحديدا من سقف السيل، مع زميل أيمن الزامل، ومعنا أيضا عبر الهاتف الدكتورة ميرفت المهيرات مديرة الرقابة الغذائية في أمانة عمان. صباح الخير دكتورة ميرفت. صباح النور، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي أيمن. صباح الخير لك ولفريق العمل ولأهالي سقف السيل ولضيوفك كلهم. صباح النور ليلى، وصباح الخير أيضا للزميل ناصر غنام، وصباح الخير للدكتورة ميرفت المهيرات، وصباح الخير لكل متابعي برنامج دنيا الصحافة عبر شاشة رؤية. أيمن لكم الكلمة، تفضل. نعم ليلى، مثل ما تفضلتي وذكرتي قبل قليل، احنا اليوم راح ناخذ كل المتابعين لبرنامج دنيا الصحافة معنا على جولة رقابية على سوق المجمدات بالتحديد وسوق اللحوم في منطقة وسط البلد، ومعاي رئيس فريق التفتيش على الرقابة الصحية المهندس خالد أبو هنطش، راح يكون معنا خلال جولتنا. كما بتشاهدوا معنا بالكاميرا أيضا، يعني هنا احنا متواجدين في بداية السوق، يعني هناك بعض المحلات لم تفتح أبوابها لغاية الآن نظرا يعني الجو بارد، واليوم هو يوم السبت ومعظم المؤسسات معطلة وأغلبها معطلة، ولكن كما تشاهدون احنا عند أمام محل. معي المهندس خالد. مهندس خالد صباح الخير. صباح النور، صباح النور للجميع، وصباح الخير. تفضل مهندس خالد، بدنا نسأل بداية عن موضوع عرض اللحوم والدواجن وغيرها من المجمدات، يعني الشروط والمعايير الصحية لعرضها. حقيقة بداية بالنسبة للشروط الصحية التي يجب أن تتوفر فيها هذه المواد وتكون موضوعة بداخلها، اللي هي ثلاجات العرض زي ما احنا شايفين. خلينا نلقي نظرة إذا على داخل المحل أحمد، يعني معنا كما بتشاهدوا هي فتح للثلاجات، ثلاجات العرض اللي موجود الآن معروض فيها الدواجن الطازجة. طبعا احنا متأكد من تواريخ الانتاج اللي موجودة، اللي هي تاريخ انتاجها 18 شهر اللي هي تاريخ أمس، وبالإضافة لشروط التخزين داخل الثلاجة، من ناحية الثلاجة وجود ميزان حرارة داخل الثلاجة، وأن الثلاجة جيدة ضمن درجات الحرارة التي يجب أن تكون مخزنة بداخلها. إيش كمان بتراقبوا أنتوا لما تفوتوا على المحل؟ إيش اللي بتراقبوا عليه أكثر كمان؟ احنا طبعا بنراقب على نفس العامل اللي موجود داخل المحل، يجب ان يكون حاصل على شهاده خلو امراض، بالاضافه للشروط الصحيه التي يجب ان تكون داخل هذا المحل. من صاحب المحل موجوده معه هاي الشهادات كلها؟ اكيد اكيد. الان يعني صاحب المحل معانا هون كمان، صباح الخير، عرفنا على اسم حضرتك. محمود العرابي. تفرجينا الوثائق يعني اللي ذكرها المهندس خالد، اللي هي يعني الشهادات الصحيه وخلو الامراض وغيرها. هذه الشهادة الصحية ساري المفعول للمحل. كل قديش مهندس خالد انتم بتراقبوا على هذه المحلات؟ حقيقة بالنسبة للمحلات اللي احنا موجودين الآن فيها، في عندنا فريق متخصص من دائرة الرقابة الصحية والمهنية بشكل يومي وبشكل دوري بيتم متابعتهم بشكل حثيث ودوري، بالإضافة إلى كل منطقة معنية عندنا. يعني احنا الآن موجودين في منطقة المدينة، أيضا في قسم صحي بيتم متابعة هذا. اسمح لي، في يعني بعض المحلات، يعني احنا يمكن اليوم صادفت إنه المحلات هاي مش فاتحة أبوابها، لكن لما بتفوت من هذا المدخل، مدخل هذا السوق، بتلاحظ إن وجود عدد من البسطات اللحوم بتكون معروضة للهواء مباشرة، يعني هاي طريقة العرض هل هي صحيحة وسليمة؟ هذه طريقة العرض غير صحيحة وغير سليمة، بتم اتخاذ إجراءات وأقصى العقوبات عليهم. إحنا الآن لما بنشوف الأمور هاي والممارسات الخاطئة منهم من قبل المراقبين اللي موجودين في الميدان، بتم مخالفتهم، بتم إغلاقهم، بتم تحويلهم للحاكم الإداري، بتم وضع أقصى العقوبات عليهم حتى ما يمارسوا هاي الممارسات الخاطئة. نعم، خلينا نرجع للاستوديو مع زملائي في الاستوديو، نسمع تعليق من دكتورة ميرفت المهيرات. نعم دكتورة ميرفت، يعني مرة ثانية صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. لو سألنا ما مدى رضاك عن الوضع الصحي في منطقة سقف السيل وتحديدا في هذا السوق؟ طبعا ما مدى رضاي، هذا سؤال كثير وكبير، لأنه طبعا إحنا نسعى إلى الكمال، والكمال لله أكيد. لكن نسعى دائما أن نكون أفضل. منطقة سقف السيل هي من المناطق القديمة جدا بعمان، وصدقا من أول هدف تم وضعه في عام 2006
لرفع مستوى الاشتراطات الصحية في هاي المنطقة. السبب يمكن البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، طبيعة المنطقة القديمة جدا في تراخيص كثير من المحلات التجارية. نعم. مرتاد منطقة سقف السعر عادة بدور دائما على السعر الأرخص. احنا بندور دائما على نوعية جيدة ونوعية ممتازة من المواد الغذائية معروضة بطريقة ممتازة بأعلى الاشتراطات الصحية، بأعلى جودة قيمة غذائية للمادة الغذائية. فبالتالي الموائمة بين هذول الجهتين كثير صعب. صحيح. على الرضا انا بكل صدق رضانا نسعى الى ان نكون راضين تماما عنها، لكن ما بنقدر نحكي احنا راضين بنسبه 60-70%، لسبب زي ما تفضل زميلي في الميدان احنا في عندنا فرق مركزينها عاملين فوكس على تركيز على منطقه سقف السيل، في عندنا فريق ثابت من دائره الرقابه وفي عندنا فريق من المنطقه نفسها اللي هي قريبه من سقف السيل. طبعا الفرق دائما في كر وفار، دائما في ملاحقه للمخالفين، لكن النقطه اللي دائما احنا بنحب دائما لحالنا يمكن كجهات رقابيه ما بنقدر نشتغل عليها او ما بنقدر نوصل للكمال اللي انا حكيت عنه في البدايه، اللي هي سيدي اللي هو المواطن. دائما المواطن يبحث دائما عن الأرخص. أنا بحكي للمواطن أبحث عن الأرخص في أي مادة تجارية باستثناء المادة الغذائية. عدة أسباب. المادة الغذائية الرخيصة يا بتكون يعني منتهية الصلاحية، يا فقد قيمتها الغذائية، يا إنها بتكون ممكن تعمل لك مرض ما بظهر أعراضه الفترة القريبة بتظهر أعراضه على الفترة أو المدى البعيد. على المدى البعيد. نعم. على المدى البعيد. فبالتالي دائما إحنا يعني دائما نشتغل نحاول نعمل درء للمفاسد، نمنع نحكي المخالفين ونعمل إجراءات قانونية ونقوم بمخالفتهم وندخل أجهزة حديثة حتى نراقب هاي المواد الغذائية المعروضة، لكن بظله هذا العمل منقوص اذا لم تتم مساعده صدقا من المواطن. طيب الاعلام فيما يتعلق الاعلام انتم شريك يعني شريك رئيسي وخاص في منطقه سقف السيل، وانا يمكن من الاشخاص اللي دائما تجينا ملاحظات على منطقه سقف السيل، اذا في حال مخالفه فعلا كانت ظاهره للعيان بخبرونا الاعلام ونتحرك عليها مباشره، وانتم مشكورين، لكن هلا الدور على المواطن انه يساعدنا برفض هذه السلوكيات وهذه الممارسات الخاطئه. طيب فيما يتعلق بالملاحظة اللي حكاها زميلنا أيمن بخصوص وجود تحديدا السمك بكون بشكل مكشوف وموجود فقط عليه ثلج أو تحته ثلج بكون، فهل هذا يعني احنا بنلاحظ انه حقيقة بكون موجود يعني وبشكل كل ما زرنا السوق إلا يكون موجود. نعم. فيعني هل هذا صحيح الوضع؟ نعم. هلا سمك في سمك عندك سمك طازة عرضه طبعا بكون تحت ثلج بثلاجات تبريد مكشوف وتحت ثلج كان طازة وصراحة لمدة 7 أيام، لكن اللحوم المجمدة وبما فيها الأسماك المجمدة يجب أن تعرض مجمدة. إحنا الخوف وين؟ الخوف إن تكون هاي الأسماك تكون هي مجمدة وتم تبريدها وعرضها على إنها طازة. نعم. هلا هون بغش المواطن على أساس إنها طازة ببيعها بسعر أعلى. 2 بتكون المادة الغذائية دخلت في مرحلة تحلل ممكن لا سمح الله تعملنا أمراض وتعمل نيرفس شوك وتعمل صدمات عصبية، ممكن لا سمح الله في حدثت حالة من الحالات في الأردن قبل 7 سنوات إنه حدث حالة وفاة ودخلت في غيبوبة لأنه كانت هي عبارة في تقادم في السمك. إحنا يمكن تبهنا عن نقطة فيها إنه 3 أجهزة غالية جدا ومن أحسن الشركات في العالم تقدر تكشف لنا أنه فعلا هالسمك طازة ولا سمك مجمد تم تبريده. نعم. حتى نساعد كأداة، حتى نساعد مراقب الصحة أو الطبيب في الميدان حتى يتأكد أنه فعلا أنه هاي المادة الغذائية تم تعرضها، يعني جهاز كشف ميداني. نعم جهاز كشف وليس ميداني وليس مختبر. نعم. جميل. لا 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 طبعا جهاز كشف ميداني طبعا. نعم. بالإضافة للفحص الحسي اللي بيقوم فيه الطبيب البيطري في خلال الجولات التفتيشية. طيب دكتورة مرفت خلينا بس مرة ثانية نرجع لزميلنا أيمن وعلى كمان ضيف المهندس خالد أبو هنطش في سقف السيل. أيمن ماذا لديكم أيضا؟ نعم ناصر، احنا مستمرين في جولتنا على المحلات في موقع سقف السيل، بالتحديد المهندس خالد يعني قمنا بجولة على احد المحلات لاحظ وجود يعني بعض المخالفات. مهندس تحكي لنا شو لاحظتوا خلال زيارتكم لهذا المحل؟ حقيقة في مخالفات في هذا المحل، وهذا المحل يعني نوعا ما مش مستوفي لبعض الشروط الصحية من ناحية تغيير الدف اللي موجود الآن أمامنا، هذا بحاجة إلى تغيير، بالإضافة إلى دف أمام التقطيع بحاجة إلى تغيير ودهان الخزائن شوي يعني هنا هذا بنلاحظ يعني شو بتلاحظوا معانا هذا بحاجة إلى صيانة وإعادة تغيير. أكيد يعني الوضع سيء جدا هنا هاي الثلاجة. طب الثلاجة وضع الثلاجة بالإضافة إلى الثلاجة وضع اللحوم جيد اللي داخل الثلاجة، لكن الثلاجة بحاجة إلى صيانة ونظافة ودهان ووضع ميزان حرارة
بحاجة إلى صيانة الثلاجة ونظافة. هاي صحية، هاي يعني هاي كيف بتأثر على اللحوم اللي داخلها؟ أكيد أكيد إلها دور في تأثير. طب هاي الحالة بتتم عملية إتلاف للحوم اللي داخلها؟ اللحم الآن إحنا يعني شاهدنا هي معاينة من قبل طبيب بيطري، هي معاينة من قبل طبيب بيطري من مسلخ أمانة عمان مختومة بختم المسلخ. هاي قبل وصولها للمحل، طب بعد وصولها للمحل بتتم عملية فحصها؟ أكيد الآن بتتم عملية فحصها، إذا كان وضعها جيد ما بتم إتلافها، إذا كان وضعها غير جيد في عليها علامات وظواهر تلف بتم إتلاف هذه المادة. طيب نرجع للمخالفة، شو المخالفة اللي راح تكون على هذا المحل؟ الآن المخالفة على نقص في الشروط الصحية زي ما ذكرنا سابقا، تغيير الدف القديم هذا بده يتم تغييره بالإضافة لنظافة الأرضيات ونظافة. يعني راح تتم عملية كتابة مخالفة الآن. طب في إذا في إمكانية تكتب المخالفة وتكون معنا على الهواء مباشرة عبين ما نلتقي صاحب المحل. صباح الخير. نتعرف عليك أول شيء. إسماعيل محمد إبراهيم نوفل. أخ إسماعيل، يعني هي المهندس خالد بكتب في عملية مخالفة، أنت طبعا مش كنت بتعرف بالبداية أنه هذه يعني من منظرها الخارجي تضر بصحة يعني الإنسان وأيضا بالوضع اللحوم وغيرها؟ لا طبعا صحة المواطن أهم شيء عندنا، طبعا احنا صبنا ننظف كله، هذا كله بده تغيير، دف جديد كله، يعني لو تأخرت يعني كله راح نسويه، معالجة الأمور هاي، هذا شيء طبيعي. طب أنت تخالفت قبل هيك؟ تخالفنا نعم. كم مخالفة؟ يعني بحدود بركة فيهم يعني أكثر من واحد اثنتين؟ أكثر من واحد. يعني شو أسباب المخالفات كانت أبرزها؟ النظافة العامة مثلا، أرض اللحوم، يعني جزء. وظليتك يعني برضو نفس الإشي يعني ولا عدلت ولا صار عندك تغيير على موضوع المخالفة؟ لا طبعا صارنا تغيير، بلطنا جديد وزبطنا شوي شوي، يعني بتعرف أنه مش مرة واحدة بتصير معالجات صحية، بدها شوي شوي. طيب أخذت مخالفة إغلاق مثلا؟ سبب نعم أخذنا. على إيش أخذت الإغلاق؟ النظافة العامة وأرض اللحوم. نعم. بس الحمد لله التزمنا، أرض اللحوم صرنا جوا داخل الثلاجة. طيب أنت بتحكي التزمنا بس بنلاحظ إنه كمان أكلت كمان مخالفة، خلينا نحكي. ما هو لسه هي النظافة، لسه بدنا نسوي دف جديد، بدها يعني ترتيبات، بتعرف مش مباشرة. أيمن خلينا ننتقل للدكتورة ميرفت. وقت شوي نجيب دف جديد مرات بكل شيء ونصلح وضعنا يعني. نعم. شكرا لك، يعني بدي أنتقل للدكتورة ميرفت. وراح نكمل كمان في جولة إلنا على أحد المحلات. نرجع لك إن شاء الله. دكتورة ميرفت، يعني زي ما لاحظنا يعني صاحب المحل ماخذ أكثر من مرة مخالفات، وبقول لك أخذت مخالفة، أوكي باخذ كمان مخالفات، يعني شكل المخالفات بسيطة أو يعني ما عم تردعهم؟ نعم ستي، يمكن إحنا سياسة المتبحة بأمانة عمان موضوع المخالفة، أنا حكيت لك من البداية يمكن أول منطقة بلشنا فيها برفع مستوى الاشتراطات الصحية في المحلات التجارية هي منطقة وسط البلد، يعني ببداية ما عملنا تقييم لوضع الاشتراطات الصحية في منطقة وسط البلد وتحديدا سوق السيل ما كانت تتجاوز 30%، لما أحكي لك وصلنا ل 60% يعني حتى هذا الشخص اللي بيحكي لك إنه تخالف من إجراء المخالفة هو تم وصل الاشتراطات الصحيه، هو وصل للمرحله هاي بعد تكراريه المخالفات والاغلاقات. احنا ما يعني الهدف الرئيسي نعم. مش اغلاق محل تجاري واغلاق باب رزق، صحيح. الهدف الرئيسي رفع الاشتراطات الصحيه. هلا في بعض الاحيان اصحاب المؤسسات ويمكن هاي النقطه عليهم تقع على عاتقهم، كثير من اصحاب المؤسسات ما بيكون وعي عندهم بخطوره المؤسسه اللي هم بيديروها، او بالاحرى ما بيكون عندهم قدره على اداره المؤسسه، هم ماخذين البزنس هذا او هذا العمل مجرد انه مجرد عمل، لكن ما بيعرفوا قديش هو خطير وقديش هو مهم جدا حتى انهم يعني انهم يوصوا هاي الاشتراطات الصحيه. هلا هذا خطا، يعني خلينا نحكي هي معتقدات، خلينا نحكيها هي اخطاء تراكميه سابقه، هل هي عاده، هل هي سلوكيات، ما بقدر ألاقي لها تفسير. لكن نعم. إحنا مع التغيير، يعني أنا مع التغيير، أنا ما هدفي إني ألغي وده، لكن أنا هدفي فعلا إني أنا أغيره للأحسن، حتى لو كان التغيير بالتدريج وخلينا نرتفع بالمستوى شوي شوي. المتاجر إذا شاف أنا كريت مخالفاتي ورفض المستهلك هو بتغير لأنا اللي بدي إياه كجهة رقابية، وبتتغير اللي بده إياه كمان المستهلك، لأنه بالآخر لا أنا ولا أنت ولا أي حدا بده إنه نغلق أبواب رزق، وإحنا مع الاستثمار ومع فتح البزنس ومع فتح الأقطاع الأعمال بشكل عام، لأنه هذا قطاع الأعمال هو بحرك الأسواق وبحرك البلد، يعني في له محاسنه. لأنه هو حكى لك قال لك أنه أنا متخالف، بس هو أحسن من أنا متأكدة وبعرف الوضع أحسن جدا أحسن. طيب. لأنه صار يحكي بمفاهيم صحية، يعني ما كان يفهم شو يعني اشتراطات، ما كان يفهم شو معنى الصافي بالبداية. دكتورة ميرفت، ولا بتحبي نقول لك حج ميرفت؟ الحمد لله على السلامة أول شيء، وتقبل الله يعني طاعتك. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، إن شاء الله عقبال عندك إن شاء الله. يخليك يا رب. يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بنرجع لزملائنا بس في سقف السيل مرة أخرى. أيمن، يبدو عندك مزيد من الملاحظات.
نعم ناصر، احنا في احد المحلات يعني التي تبيع اللحوم، يعني هذا المحل كما بتشاهدوا معانا من ناحية النظافة والرقابة. مهندس خالد، تحكي لنا في البداية كيف شفت الوضع مقارنة بالمحل اللي كنا فيه قبل قليل؟ اكيد الوضع الصحي في هذا المحل، احنا موجودين في داخله مستوفي للشروط الصحية من ناحية تخزين اللحوم داخل ثلاجات جديدة ونظيفة، ويوجد بداخلها ميزان حرارة، واللحوم أيضا هي لحوم مختومة بختم المسلخ ولحوم جيدة، وتم أيضا مشاهدة تواريخ الإنتاج والانتهاء اللي موجودة داخل الثلاجات، اللحوم الموجودة داخل الثلاجات وهي بحالة جيدة، بالإضافة للشروط الصحية اللي موجودة داخل هذا المحل مستوفي للشروط الصحية كافة من ناحية وجود شهادات صحية للعاملين الموجودين، على عكس المحل السابق كان بعض الشهادات الصحية منتهية. مهندس خلينا نأخذ رأي صاحب المحل، صباح الخير، نتعرف عليك أول شيء. عايد خليل. أخ عايد، يعني ما شاء الله أول شيء يعطيك العافية على النظافة وعلى يعني الاعتناء باللحوم ووضع الصحي للحوم. بدي أسألك يعني هل تم مخالفتك قبل هيك؟ والله قليل يعني. تتذكر على إيش تمت مخالفتك؟ بجوز صحة عامة تكون الأرض عليها إشرة بصلة عليها كذا، أما مخالفات يعني من المخالفات الثقيلة من يعني الغذاء مثلا، سلامة الغذاء، يعني لحوم فاسدة مثلا. الحمد لله رب العالمين. يعني نتمنى لك يعني كل التوفيق، يعني أنت صورة جيدة بالموضوع الحفاظ على صحة الصحة والسلام العام للحوم. يعني ناصر هيك كنا في جولة على عدد من المحلات، يعني أخذنا المحلات المخالفة، المحلات اللي بتهتم في معايير الصحية، المحلات يعني ايضا اللي بحاجه الى صيانه. احب اشير ناصر انه موضوع السوق فعليا هو سوق قديم بالتاكيد، أكيد هو طبعاً. بحاجه بشكل عام لاعاده ترميم وصيانه، فالمسؤولين عن هذا السوق طبعا هم يقتسموا الى طرفين، في هناك محلات خاصه وهناك محلات اللي هي محلات الخضره والفواكه تابعه لوزاره الاوقاف طبعا هذه المحلات، فهذا السوق بحاجه الى اعاده ترميم وصيانه، فيعني راح نتابع الموضوع إن شاء الله. يعني على إن شاء اساس الله. انه نحاول. شكرا جزيلا. دعم اعاده الترميم والصيانه لهذه المحلات. نعم، شكرا جزيلا لك ايمن، وشكرا ايضا لكل ضيوفك، وكذلك شكرا للدكتوره الحج مرفت مهيرات، يعطيك الف عافيه، وشكرا جزيلا لك على تواجدك الدائم معنا حقيقه.